هيبوقراط طبعا قسم الشخصية إلى أربع أقسام. الأربع الأقسام هاي: القسم الأول الدموي، وطبعا وصفه بالمتفائل، والقسم الثاني الصفراوي، ووصفه بالشجاع المنفعل، أما القسم الثالث بالسوداوي، وأيضا وصفه بالمتأمل، والقسم الرابع البلغمي، وهو طبعا اللي اعتبره البليد الكسول. ربط هيبوقراط السمات المزاجية بالخصائص الجسمية كالطول والقصر، البدانة بالنحافة. أيضا قسم عنا بالنسبة لهيبوقراط، يعني اعتبر التقسيمات هذه ملائمة لأحوال الجسم، أحوال الدم، أحوال حالة الجسم، وأيضا حالته طوله، ضعفه، نحافته. تقسيمات أخرى غير هيبوقراط تقسيمات يونغ قسم إلى الشخصية إلى منطوي وإلى منبسط، يعني عندنا شخصية منطوية وعندنا شخصية منبسطة. تعددت تقسيمات الشخصية كل حسب آراء علماء النفس، طبعا على مدارس علم النفس علماء النفس كثر، من هيبوقراط ليونغ لبافلوف للمدرسة السلوكية لفرويد لألبرت لماسلو، كلهم كل واحد فيهم له وجهة نظر طبعا حسب المدرسة اللي اتبعها. منا عنا مثلا على سبيل المثال وجهة نظر المدرسة الفرويدية، فرويد قسم الشخصية إلى ثلاث أجهزة: الأنا والأنا الأعلى والهو. طبعا هذه قسمهم واعتبر أنه الشخصية بالجهاز الشخصية هو عبارة عن ثلاث، هذه الثلاثة الهو والأنا والأنا. أيضا تقسيمات ليفين اللي أدخل مصطلح حيز الحياة، أيضا ربط أدخل مفهوم الدور، الدور باعتباره الدور ايه، دور الشخصية اللي بتقوم فيه الشخصية. هذا الدور هو عبارة عن البيهيفير اللي بيقوم فيه الانديفيدوال، اللي بيقوم فيه الفرد، يعني الدور اللي بيكون ان الفرد اللي بيقوم فيه نتاج عبارة عن تفاعل الفرد نفسه مع الذات والدور، تفاعل بين الذات وبين الدور، يعني بواجه الفرد مواقف وخبرات في الحياة. ايش الدور اللي بيقوم فيه في اثناء مواجهته للموقف، الموقف شو هي الدور اللي بيقوم السلوك البصدر عن هذا الفرد أثناء هذا الموقف. هذا طبعا هو هي عبارة عن الدور اللي بيمثل شخصية الفرد، وطبعا من خلال تفاعل الفرد مع هذا الدور من ثم يكتسب الفرد خبرة. فالمرة الأخرى إذا تشابه دور آخر فيستطيع الفرد أن يستغل الخبرات الموجودة عنده في المواقف الجديدة. فهو الدور اللي في النهاية بيمثل السلوك اللي بيقوم فيه الفرد عندما يواجه دورا ما. عندنا أيضا من علماء النفس اللي قسموا اللي نظروا للشخصية أيضا كاتل، أعطى مفهوم السمة 12 عامل أساسي بمثل السمات الأولية. وطبعا كاتل اتكلم في الشخصية وأعطى اهتمام بليغ بالنسبة للسمة، بحيث أنه توصل ل 12 عامل أساسي، هم العوامل الأساسية هذه اللي مثلت السمات الأولية للشخصية. طبيعي أنه مفاهيم السمة احتلت مكان بارز في نظرية، أيضا في نظرية كاتل، وأيضا احتلت مكان بارز في نظرية آيزنك، بحيث أنه آيزنك اتكلم في نظريته للسلوك استخرج عاملين أساسيين. العامل الأساسي في الشخصية هو العصبية أيضا والانطواء والانبساطية. لاحظوا أنه المفهوم الشخصي أكثر ما بنقدر نوصف الشخصية بربطها عند العلماء، معظم العلماء ربطوها بالسمة، السمة اللي بتمثل هذه الشخصية والسمة اللي بتوصف هاي الشخصية. هذا بالنسبة لكاتل وآيزنك. أما بالنسبة لألبرت اعتبر أنه السمات نقطة بداية للشخصية، أجا إلي وجهة نظر أخرى ألبرت أنه اعتبر أنه هذه السمات هي عبارة عن نقطة بداية للشخصية، وأكد أنه السمات عبارة عن خصائص مالها، خصائص متكاملة للشخص وليست مجردة، أنه هذه خصائص متكاملة للشخص وليست مجردة، أو ليست مجرد جزء من الخيال،
يعني هذه السمات هي عبارة عن خصائص متكاملة للشخص، وليست مجرد جزء من الخيال، من خيال الملاحظ. يعني هي عبارة عن صفات بتوصف وخصائص كاملة متكاملة للشخصية، وليس مجرد خيال أو مجرد وصف لهذا الشخص الملاحظ، إنما هي ميزت هذا الفرد عن غيره. أيضا ميز بين سمات رئيسية وسمات مركزية وسمات ثانوية للشخص. في الواقع أنه دراسة الشخصية وسماتها أعطى مفاتيح لما سوف يفعله الشخص. يعني إحنا لما بنتعرف على الشخص وعلى سماته وعلى خصائصه، تلقائيا بتتكون عندنا صورة ذهنية ومفاتيح أنه لقيت إيش بدنا نتنبأ من هذا الشخص، إيش بدنا نتوقع من هذا الشخص، إيش مقاله في جوانب سلوكه وشخصيته عندما بدها تواجهه موقف معين. إذا معنى ذلك الشخصية، أنت أهمية دراسة الشخصية أنه بتجعل عندك تنبؤ وتوقع لهذا الشخص من خلال سماته، لمقال هذا الشخص من خلال إيش بده يصدر عنه سلوك ولوين بده يوصل هذا الشخص. أيضا تعطينا إنعكاس على طبيعة المجتمع، أنه مقال هذا المجتمع وكيفية تعامل هذا المجتمع مع متغيرات الحياة المستمرة. أيضا دراسة الشخصية وسماتها ساعدنا على سبل التعامل الناجح مع شخصية الأفراد في المجتمع. يعني إحنا بنقدر نعرف نتعامل مع أفراد المجتمع وكيف سبل التعامل الناجح بما يتلائم ويتناسب مع شخصيات وفقا، يعني مع شخصيات أبناء المجتمع وفقا مع السمات العامة وفقا مع السمات الخاصة اللي بتميز مجتمع عن مجتمع. طبيعي بعد العرض للشخصية ورأي كاتل ورأي آلز آيزنك ورأي ألبورت والأراء المختلفة اللي ناقشت الشخصية وناقشت سمات الشخصية، لابد ما إحنا يتبلور في ذهننا مفهوم عن هذه الشخصية، نعرف ماذا كيف فكروا اتجاه هذه الشخصية، كيف هم وصلوا في النهاية لرأي، وكيف وصلوا في النهاية لتعريف لهذه الشخصية.